تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وبدعم من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شرفت سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر بن حمد المنتدى النسائي الذي استضافه فريق البحرين فيكتوريوس 13. ويعد منتدى فيكتوريوس للسيدات جزءا من أسبوع سباق بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين، وتأتي هذه الفعالية كجزء من احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية، وهي تهدف للاحتفال بما أحرزته المرأة من تقدم مستمر في الرياضة. وشارك في الفعالية بطلة سباق بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين لثلاث مرات، ومتسابقة فريق البحرين فيكتوريوس 13 هولي لورنس والحائزة على الميدالية الذهبية والفضية الأولمبية جورجيا تايلور براون والحائزة على الميدالية البرونزية في التتابع المختلط الأولمبي كاساندرا بيوغراند، حيث شاركنا رؤاهن حول نجاح المرأة والمساعدة في أحداث تغيير في الرياضة. وحضر الفعالية التي أقيمت 50 فردا، وهي تعكس سعي المملكة الحثيث لتمكين المرأة في مختلف المجالات ومنها الرياضة.